عشقت أصول الفقه عشقا متيما، فأكرم به للشرع والفقه سلاما. غرامي دليل من كتاب وسنة وإجماع أهل العلم، القيس حكما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإن التعريف بأصول الفقه قد اقتضى منهجيا تعريف ركنيه ومكونيه، وهما الأصول والفقه، وقد تحدثت عنهما بما يسر الله سبحانه في اللقاءات الماضية. بعد ذلك نخلص إلى علم أصول الفقه باعتباره لقبا وعنوانا لعلم من علوم الشريعة. هذا العلم النفيس الذي ذكرت من فضله أنه يحدد منهجية الاستنباط، لئلا يكون الاستنباط عملية خاضعة للتشهي ولاختيارات الأشخاص، فقد كان له فضل عظيم، ولذلك سمي علم أصول الفقه إشارة لمكانته، أن الفقه في ذاته علم شريف ملامس له، والمشتغل به أيضا يشرف به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو إذن أساس هذا العلم الشريف، ومن ثم شرف باحتياج الفقه إليه. هذا العلم الآن باعتباره لقبا الآن وعنوانا لمعرفة خاصة عرف بتعاريف، أقتصر على اثنين منها، وأحاول إن شاء الله أن ألم بمكونات التعريفين. الأول هو تعريفه كما جاء في جمع الجوامع بأنه أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية، أو بتعريف صاحب جمع الجوامع دلائل الفقه الإجمالية. وقد بينت أن الأولى أن يكون الدلائل معبر عنها بالأدلة. بناء على ما ذكره ابن مالك في الكافية الشافية، وقد شرحها وذكر ذلك وسبق الإلماع إليه وبيانه، قلت علم أصول الفقه إذن هو علم يبحث الأدلة الإجمالية للفقه، أي إذا كان الفقه يتأسس وينشأ على الأدلة التفصيلية، فإن علم أصول الفقه يعنى بالأدلة الإجمالية، أي إن القضية الفقهية محتاجة إلى دليلها، ودليلها هو الكتاب، أو دليلها هو السنة، أو دليلها هو الإجماع، أو دليلها هو القياس. وهذا أمر لا بد من بيانه الآن، أي لا بد من الحرص عليه، لأن الأدلة المجمع عليها عند المسلمين هي هذه، لأن الذي يلغي الإجماع الآن ولا يعتبره، أو إذا قيل له بأن هذا ثابت بالقياس لم يهتم به، معنى ذلك أنه يبحث عن فقه آخر. وذكرت لكم فيما سبق في الحالة الواحدة أن الأب مثلا يرث بش بالكتاب، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، وأن الجد يرث بسنة،
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر لمن جاء يسأله أن له من ابن ابنه سدسا وأن له سدسا آخر هو طعمة، أي سببه إيش؟ التعصيب، لأن هذا الشخص كان قد ترك بنتين فورث سدسا بالفرض وسدسا آخر بالتعصيب. إذن هذا دليل آخر. ولكن الجد الأعلى هذا يرث ولكن من باب ياش القياس، قياس على الجد الأدنى، لأن السؤال كان في الحديث عن الجد الأدنى، قال إن ابن ابني، لكن ما على من الأجداد حمل على هذا فكان وارثا بالقياس. إذن وما ووقع الإجماع على ذلك القياس. وفي هذا من هذا نظائر كثيرة في الفقه في الرباويات. حمل الأرز على البر في عدم جواز المفاضلة، مع أن الأشياء التي ذكرت فيما لا يجوز المفاضلة في بين أعيانها هي أشياء محدودة، لكن الأرز لما صار طعاما حمل على ذلك، وقيل بأن المفاضلة في الأرز لا تجوز مثل ما لا تجوز المفاضلة بين البر إلا مثلا بمثل ويدا بيد، بمعنى هذا مما يدخله الربا. والأرز غير مذكور ولكنه محمول القياس، وما أكثر الأشياء التي كانت ناشئة عن قياس. طبعا القياس بشروطه، والقياس كما يحدده العلماء لا كما يشتهيه المشتهون. إذن فهذه أدلة بالنسبة للفقه هي أدلة جزئية، لكن أصول الفقه ليست أدلته بالنسبة للفقه جزئية، هي أدلة شاملة إجمالية كبرى، هي أوسع من الأدلة الفقه، لأن الدليل الفقهي إنما يخص بابا بعينه. باب أدلة الزكاة هي أدلة في الزكاة، ما قاله الله تعالى وما ورد في حديث رسول الله بخصوص الزكاة لا يحمل على الصلاة ولا على الحج. أدلة الشرع في الحج ليست أدلته في الصلاة مثلا، فهي دلائل أو أدلة خاصة بأبواب معينة، لكن الأصول هي أشمل، الأصول أوسع. لذلك حينما نقول إن الأمر للوجوب، أي أمر؟ هل هو أمر في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في الحج؟ كل أمر، لاحظوا، أي ليس الأمر الذي يعنيه هذا التعريف هذه القاعدة هو الأمر في الصلاة في باب الصلاة. الأمر حيثما كان في خطاب الله عادة إنما يكون في للوجوب. هذه إذن قاعدة إجمالية كبرى. إذن فكيف تتم الآن عملية الاستنباط؟ تتم برعاية الأمرين، أولا بملاحظة القواعد الكلية التي هي مستند المجتهدين وهي متمسكهم وهي خارطة الطريق بالنسبة إليهم بلغة العصر، أي هم لا يخبطون خبط عشواء، لا يتحدثون بلا دليل. إذن هم مقيدون بمنهجين، بمنهج الأصولي العام الذي هو الأدلة الكبرى في الاستحسان في القياس في كل الأبواب، وكل ما يذكر الآن كما سيذكر إن شاء الله فيما بعد في أصول الفقه، وهو علم كما قلت ضيعه المسلمون فضيعوا أنفسهم، وإلا فمباحثه من أدق ما يكون وهي محققة ومضبوطة، وبالتالي كان ضروريا أن يزحزحها أو يحاول أن يزحزحها الذين يريدون أن يقتحموا الشريعة أو أن يقولوا على الله بغير علم، كان ضروري أن ينبذوا هذا الأصول، أصول محكمة فلم تكن تسمح للناس بأن يقولوا بالأهواء. إذن هذه الدائرة الكبرى هي دائرة دلائل الفقه أو أدلة الفقه الإجمالية، والدائرة الصغرى هي الأدلة التي هي أدلة إيش صغرى، هي التي تجدونها مثلا لو قرأتم أنتم في مثلا كتاب من كتب الحديث الفقهي، مثلا الكتب الفقهية التي تتحدث عن الحديث مثلا كالاستذكار، لوجدت صاحب الاستذكار بن عبد البر يستدل لكل الأبواب الفقهية، هو كتاب شرح به الموطأ في بعض جوانبه، فيستدل للقضية بأدلتها. إذا قلنا إنه يجوز فعل كذا
فهو يستعرض ما ورد فيه وكيف يفهمه الناس وما فيه من عموم وما فيها من خصوص. وبهذا كانت هذه الطريقة طريقة جد منضبطة وعلمية، أي الملائمة والجمع بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية في عملية الاستنباط والاستدلال والإفتاء. إذن فهذا العلم سمي هكذا بأنه دلائل أو أدلة الفقه الإجمالية بكيفية مختصرة، لكنه فسر أو حد وعرف تعريفا آخر بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. إذن الأدلة التفصيلية الموجودة مبثوثة هنا وهناك هي موجودة، لكن كيف الخلوص منها إلى الفائدة أو للحكم الشرعي؟ هناك قواعد في النظر، هناك منهج، هناك خطة في التعامل مع الأدلة التفصيلية. هنا أدلة تفصيلية سبق الحديث عنها، ولكن هذه الأدلة التفصيلية ليس للإنسان أن يهجم عليها من نفسه وأن يقول فيها بما يشاء. إذن لابد أن يعمل في الأدلة التفصيلية منهجا. ما هو؟ هو هذا الذي يتحدث فيه يتحدث الناس الآن، وهو العلم بتلك القواعد، أي القواعد التي بموجبها يصح النظر في الأدلة التفصيلية. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي أمر كلي، هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته عند التعرف على أحكامها منه. إذن القاعدة أمر كلي ينطبق على جزئياته، على جميع جزئياته عند التعرف على أحكامها منه، وكل كلمة لها مكانها. في الأصل اللغوي أو الأصل العام تستعمل كلمة القاعدة، ولكن خارج الاصطلاح الآن، القاعدة ما هي؟ القاعدة هي إن شئت عبرت بها عما هو أصل، نقول القاعدة أن يكون الفاعل مرفوعا، أي الأصل، هي تعني ما يعنيه كلمة الأصل. القاعدة في كذا هي كذا، وهنا يكون المقصود بالقاعدة والأصل في الشيء، وقد يكون المراد به القانون، القانون في الشيء. معناه اللغة مثلا كانت تتكلم على السجية وعلى الفطرة، كان الناس يتحدثون لغاتهم، العرب وغير العرب كل كان يتحدث لغته على سجيته، كان الناس يرضعون لغاتهم من أثداء أمهاتهم، كل يستقي اللغة من مجتمعه من. لكن اللغة حينما كثرت احتيج بعد ذلك إلى أن تلقن لأناس ليسوا منتسبين إليها، هم أناس أحبوا أن يتحدثوا هذه اللغة العربية، ولذلك قربت إليهم بوضع القواعد الكاملة التي تعصمهم من الخطأ في الكلام، أي هي قواعد يتفادى بها اللحن، حتى يعرف الإنسان الذي ليس عربيا إن كان قد تكلم كلاما صوابا وصحيحا أو قال كلاما خطأ. فلذلك أول ما بدأ اللقاء مع الشعوب الأخرى بدأ التفكير في وضع القواعد، فلذلك كانت ما أحسن السماء ما أجمل النجوء السماء هي غير ما أجمل السماء، وكانت هذه القواعد معينة للجدد للطارئين على العربية أن يعرفوا إن كانوا يتكلمون كلاما عربيا سليما أو يتكلمون كلاما آخر. إذن هذا الأصل، إذن هذه القواعد التي استقيت من اللغة هي أخذت بتتبع أساليب العربي، وقيد الله عقليات كبيرة، وكان من أمثال سيبويه رحمه الله صاحب مدرسة هي المدرسة البصرية، وأصحاب المدرسة الكوفية التي كان لهم منهج
من آخر في 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 تكوين القاعدة، وكانوا يهتمون بالشاهد الواحد ويؤسسون عليه، بينما سيبويه كان غالبا كان معياريا، كان لا يهتم إلا بتضافر الشواهد. فنشأت القاعدة النحوية البصرية ثم النحوية الكوفية. وبالمناسبة كان المغاربة في الأصل في الأول كانوا آخذين بالنحو الكوفي، كانوا كوفيين في الأول، كانوا كوفيين لأن الكوفة كانت مقر علي بن أبي طالب، فكانوا كوفيين لمحبتهم لعلي بن أبي طالب. مع علي بن أبي طالب وما له من حديث أو صلة بنشوء النحو كان هذا سبب، لكنهم من بعد صاروا معياريين، صاروا بصريين، ثم نشأ هذا النحو البصري وانتشر. ثم كان النحو البغدادي الذي من أعلامه أبو علي الفارسي وابن جني. ثم ظهرت المدرسة التي جاءت فيما بعد، وهي المدرسة المغربية الأندلسية التي لها رجالها كابن الطراوة وابن عصفور وابن مالك وإن كان قد انتقل، ولها أيضا شخصيتها ومقوماتها، وتهتم بشواهد على نحو آخر، وتهتم بالاستشهاد بالحديث وما إلى ذلك. إن هذه مدارس ومصانع، إن شئنا مصانع، اشتغلت على المتن اللغوي واستخرجت هذا النحو العربي. وكان كتاب سيبويه يسمى البحر، وكانت عمله وكان عمل سيبويه مثلا جهدا كبيرا كجهد كل العلماء الكبار الذين يعرف الناس، يجب أن يعرف الناس قيمهم ليقدروا يقرأ الناس، يجب أن يقرأ الناس هذه الكتب أو يلموا يشموا رائحة هذه الكتب ليحترموا على الأقل الجهد الذي بذل، لأن احتقار الجهود العلمية هو دليل على تخلف الأمم وعلى هبوطها الحضاري في أي ميدان، في العلم الشرعي ولا في النحو ولا في الفيزياء ولا في الكيمياء. إذن أعود فأقول، إذن القاعدة في النحو كتب القواعد أو دراسة القواعد بهذا المعنى، أي بالقوانين، قوانين النحوية التي تجدونها مثلا في باب الفاعل وباب المفعول، وكل نحو كل باب فيه مجموعة من القواعد. الأصل في الحال أن يكون كذا، الأصل أن صاحب الحال لا يكون نكرة وأنه كذا، وقد يكون وفيه الاستثناء. طبعا القواعد النحوية من شأنها، والقواعد من هذا القبيل كلها فيها ما هو ما يند عن الإعادة، وهذه مسألة أخرى سأذكرها إن شاء الله في باب آخر، لأنها ناشئة عن استقراء معين حاول أن يجمع، كما وقع الاستقراء في الشعر ووقع في كل العلوم، فأشياء تنتظمها القاعدة وأشياء تند فيقال لها إنها شادة وإنها على غير القياس. على كل إذن فهذه من معاني القاعدة في الأصل والقانون والضابط، والضابط أو الضابطة كذلك تسمى قاعدة. وفي الدنيا كلها قواعد فيزيائية وقواعد كيميائية، الدنيا تتقدم بمعرفة هذه القواعد وبضبط هذه القواعد وإحكام هذه القواعد وبالتحكم في هذه القواعد. حينما نأخذ قانونا من القوانين، هو القانون مثلا الجاذبية، هو قانون اكتشفه الإنسان فاستفاد منه وحاول أن يطوعه لإنجازاته، ولكنه لو ظل جاهلا بقانون الجاذبية لظل قانون الجاذبية موجودا، وظل الإنسان هو الذي لا يستفيد منه. هذه قوانين موجودة، وهناك قوانين في التجمع البشري، وهناك قوانين في نشوء الحضارات، وقوانين في نهاية الحضارات، لا غير ذلك مما هو معروف الآن. أي كل الناس يكتب الآن في القوانين، قوانين الحضارة، بناء الحضارات، تفكك الدول، وبناء الأسرة وهدم الأسرة، لا غير ذلك من القواعد الكلية التي يسمونها الآن في بعض السنن كونية وسنن اجتماعية وما إلى ذلك. هذه القواعد الآن الذي يعنينا الآن هو القاعدة في مفهومها هنا الأصولي. القاعدة أمر كلي، هذا أمر كلي بمعنى قضية كلية، أمر لا تفيد كثيرا، لذلك وجب الحديث عن القضية الكلية أولى من الحديث عن الأمر الكلي. ما معنى القضية الكلية؟ وما معنى الحديث؟ ولماذا نتحدث عن الأمر الكلي؟ وسأتحدث إن شاء الله في هذا اليوم عن المفهوم الكلي. وربما نقرأ في بعض كتب أصول الفقه من الكتب المحدثة ما كتبا ليس فيها هذا الأمر، ليس فيه حديث عن الكل. ربما يقال إن هذا يمكن أن يحيد بنا عن مفهوم أصول الفقه أصلا. ربما من كان لا يقرأ أصول الفقه إلا في كتب صغيرة مثلا أو متأخرة،
ربما يقول وما صلتنا نحن بالكل والجزئي والكلية والجزئية، ربما كان هذا من مباحث علم آخر ومباحث المنطق مثلا. أليس هناك دخل؟ أن الجواب أن الكتابات القديمة، العلماء القدماء أو معظم العلماء لم يشرعوا في أصول الفقه مباشرة إلا بعد أن كتبوا شيئا اسمه المقدمات. في حينما تقرؤون مثلا جمع الجوامع، لا يبتدئ جمع الجوامع بالكتاب الأول. في جمع الجوامع تقرؤون كتاب المقدمات، وهو كتاب طويل. غريب جدا كيف أن هؤلاء كانوا يعنون بتأصيل هذه الحقائق وبتثبيتها قبل أن يقحموا الطالب في أشياء ربما تستعجم عليه الألفاظ. اقرأوا جمع الجوامع سترون أن هذا هو المنهج. حينما تأخذون مثلا ما فعله أحد الأئمة الآن، سأحيلكم عليه إن شاء الله مرات متعددة، وهو الإمام القرافي. الإمام القرافي هو أحد رجال القرن السابع من الأصوليين المالكية الكبار. كان قد قرأ الأصول وأخذها عن مجموعة من العلماء، ثم كتب ما كتب. كتب نحو 40 كتابا في العلم، وكلها كتب مؤصلة ودقيقة. هذا رجل مصري المولدي، مغربي الأصلي، وصنهاجي من صنهاجة تازة. صنهاجة فيها جهات متعددة، ولكن الناس لا يعرفون أن القرافي إنسان مغربي صنهاجي، لجأ أو ذهب أبوه إلى مصر لطلب العلم، ثم استقر هناك، ثم سمي بعد ذلك، كان ولد في قرية مصرية في بهنسة، ثم انتقل إلى القاهرة، وكان سمي القرافي لأنه رؤي يوما وهو يأتي من جهة القرافة فسمي بالقرافة. كناية هذا قيل له كان لقبا غلب عليه، ولا في الأصل هو هذا، أن هذا الرجل كان رجلا من رجال العلم، قرأ على كبار رجال هذا العلم أصول الفقه من أمثال ابن الحاجب، وابن الحاجب كان إماما في هذا والعز بن عبد السلام من مالكي وشافعي، وجمع بين هؤلاء وقرأ وأراد أن يؤلف كتابا سفرا ضخما في الفقه، وكتاب الذخيرة. حينما وضع، وأرجو أن تعودوا إلى كتاب الذخيرة، حينما تنظرون إلى كتاب الذخيرة تجدونه أنه قد بدأه بمقدمتين. مقدمة أولى في العلم وآدابه، في العلم مفهوم العلم وآدابه مما سبق الحديث عنه فيما سبق في تعريف العلم، ثم تحدث بعد ذلك عن مقدمات وقواعد في أصول الفقه، وهو يتحدث في الفقه قال لأن هذه هي الضرورية لفهم الفقه، فلم يدخل هذا العلم هكذا، وإنما وضع كتابا أو شيئا هو قواعد مجموعة في 102 من القواعد، وقسمها إلى 20 بابا. ذخيرة هذا بدايته، ثم إنه طلب منه أن يجرد ذلك الكلام ليصير كله كتابا، فكان كتابه هو هذا تنقيح الفصول في علم الأصول. تنقيح الفصول هو أراده مقدمة للذخيرة، ليكون صاحب الفقه والمتعامل مع الفقه يعرف ما يقال. وهذا الكتاب أي هذه تنقيح الفصول كتاب عظيم من كتب أصول الفقه، اشتغل به الناس وشرحه صاحبه، ثم شرحه العلماء من بعد، وشرحه من العلماء المغاربة في العصر المريني الشوشاوي، وهو الآن موجود كتاب تنقيح الفصول أو هذا الكتاب الشرح للشوشاوي على تنقيح الفصول، هو موجود ومطبوع وموجود الآن. فقد ذكرت هذا لأقول لكم إن الأمر يتطلب فعلا التمهيد أو دخول أصول الفقه بمعرفة المصطلحات وبمعرفة ما يقصده العلماء بالكلمات، وإلا فإننا سنفهم الكلمات فهما لغويا وسنشرد وسنضيع، ولن يتأتى لنا الولوج والدخول إلى التعمق في هذا العلم، لا يمكن
إلا بعد المرور عبر هذه المصطلحات وفهم هذه المصطلحات وإدراك هذه المصطلحات. بينت لكم مصطلحات الأصول، بينت مصطلحات وما يتعلق بجانب الفقه. الآن نحن الآن في هذا الأمر الذي هو في التعريف الآن، أي التعريف الذي للأصول هو علم بالقواعد، فوجب تعريف القواعد. وحينما نتحدث عن القواعد نتحدث عن القضية الكلية، إذن كأن شيئا يفضي بنا إلى شيء. ما هي القضية الكلية؟ حينما نتحدث في اللغة في لغة الناس، المناطق أخذوا هذه الأشياء وسموها، ولكن هي لغة الناس، وهذا المنطق في الغالب هو منطق فطري، ما يسمى بالمنطق الفطري، ما هو الآن يسمى منطقا صوريا هو في الغالب منطق فطري أي طبيعي، لا يزيد عليه المناطق إلا بالتنظيم والتسمية، ينظمون الأفكار ويسمونها فقط، وإلا فهي أشياء معروفة. هذا في هذا المنطق يتحدثون عن الجملة الحملية، وبدأت في درس سابق تحدثت عن الجملة الحملية. الجملة الحملية هي الجملة الخبرية، القول الذي يمكن أن يقال لصاحبه صدقت أو كذبت، أو هو ما يقال فيه خبر، أو هي ما يقال فيه ما احتمل الصدق والكذب. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. إذن هذه الحملية معناه، أعيد، الناس مثلوا أن الشيء الذي يراد الإخبار عنه يكون موضوعا، كالدابة تضع ظهرها موضوع ومبسوط لأن يركب، فهو في حالة أنه لم يركب فهو موضوع فقط، ثم يأتي شيء فيحمل على الموضوع فيكون محمولا. فنقول الله كريم، العالم حادث، إلى غير ذلك من الأشياء التي فيها هذه الأخبار. هذه جمل كلها تسمى جمل حملية، في مقابل جمل أخرى شرطية فيها الشرط، وهذه الجملة الشرطية فيها أيضا بحث كبير ومانعة الخلو ومانعة الجمع وغير ذلك من الأشياء، هذا لا يعنينا الآن. الذي يعنينا الآن أن الجمل في منطق الناس هي إما جمل الحملية، جملة كلية، جملة جزئية، جملة شخصية، جملة مهملة، ويضاف جملة طبيعية. أي الجملة الحملية هذه حملية كلية، حملية جزئية، حملية مهملة، وحملية إن شئنا قلنا شخصية. فأنت حينما تقول كل نفس ذائقة الموت، هذه جملة، ولكن هذه الجملة ليست كقولنا الإنسان مثلا حادث، هذه جملة والأخرى جملة، ولكن هذه الأولى محصورة، تسمى جملة محصورة بكل، ومصورة، مصورة بسور كلي، وهو قولنا كل إنسان، كل إنسان. ولو قلت إن بعض الإنسان ليس ذكرا، لأن منه ذكر ومنه أنثى، أي بعض الإنسان ليسوا رجالا أي هم إناث، وبعض الرجال ليسوا، أو بعض الذكور ليسوا رجالا، ليسوا رجال إنهم غير بالغين. هذه الأولى التي فيها الكل هي كلية مصورة بسور كلي، والبعض، وحينما بعض الناس كذا، وبعض الناس، بعض الطلبة أو بعض الطلبة مثلا حاضر وبعضهم غائب، هذه جمل أخرى مصورة، ولكن مصورة بصور جزئي لأن فيها البعض. إذن هذه صورة، هذه قضية حملية كلية، وهذه حملية جزئية، وهذه حملية شخصية. لو قلت لكم يوسف بن تاشفين هو ملك من ملوك المرابطين، إذن هذه القضية شخصية لأنها تتعلق بشخص واحد، شخص واحد، إذن فهذه شخصية لأنها تتعلق بشخص، شخص قد يكون شخص إنسان، شخص مدينة، شخص معين. القرآن كتاب الله، قضية شخصية، قضية شخصية مش جزئية، فيش البعض، قضية شخصية لأن الحكم يتعلق بكتاب واحد هو القرآن. إذن فهناك عنوان، ولذلك الأعلام منذ الآن نعرف أن الأعلام هذا شأنها أن تؤدي هذه الجمل الشخصية.
المغرب مثلا، فاس أو مكناس، ما أشبه هذا، هذه مدن كل خبر بهذه الصيغة أو كل جملة في هذا هي جمل شخصية. ثم هناك قضايا مهملة لا فيها صور كلي ولا فيها صور جزئي. الإنسان هلوع، الإنسان هلوع، هي ليس فيها بعض الإنسان هلوع، لذلك ليست جزئية، ليس فيها كل إنسان هلوع، ولكنها ليست مصورة لا بصور كل ولا بصور جزئي. كيف نسميها؟ مهملة. ويقال إن المهملة تعود تؤول إلى معنى الجزئي، إن المهملة بقوة الجزئية. هذه الجمل أي الكلية والجزئية والشخصية والمهملة هي معظم الجمل في 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 كلام الناس. ويقال إن هنالك جملة أخرى وهي الجملة الطبيعية، ولكن الحديث عنها ليس كثيرا في كتب الناس. إذن هذا الأمر، فحينما الآن نريد أن نضع قاعدة، تبهوا لهذا الأمر، هل سنجد أنفسنا في حاجة إلى قضية كلية أو إلى قضية جزئية؟ ها؟ لما نريد أن نضع قاعدة لشيء ما، فنحن نحتاج إلى قضية كلية، لأن القضية الكلية هي القضية العلمية. القضية الشخصية تتوقف عند صاحبها، القضية الشخصية تتعلق بشخص بجيء بجزء من الموجود، لكن القضايا الكلية هي القضايا العلمية. ها؟ القضايا العلمية هي قضايا كلية فيها كل. وحينما نريد أن نضع الآن قاعدة، فإذن يجب أن يكون أمامنا هذا الأمر واضحا، أن نضع قاعدة كلية، هذه الحملية الكلية. كيف تصل إلى هذه الحملية الكلية؟ كيف نصل إلى هذه الحملية الكلية، إلى صياغة هذه القضية الحملية؟ كيف وصل الناس إلى صياغة هذه الحملية الكلية؟ بالاستقراء. والاستقراء له نوعان، كامل تام أو ناقص. فإذا أنت مثلا نظرت في الحاضرين جميعهم هنا واحدا واحدا، فردا فردا، ذكورا وإناثا، ثم قلت بعد أن نظرت إليهم فردا فردا، ثم قلت كل الحاضرين في هذا المجلس مثلا بالغون، هذا استقراء نشأ عن، هذا حكم كلي نشأ عن استقراء تام. بعض العلماء من المناطق المحدثين والأوروبيين يقولون إن الاستقراء التام هو إحصاء لا أهمية له، ليس له إضافة كبيرة، كأنك تحصي الأشخاص تنظر إليهم فردا فردا وانتهى الأمر، ليس فيه مجهود أكبر من جهد الإحصاء. لكن حينما تريد أن تصنع القاعدة العلمية فأنت تستقرئ وتنظر، ما الاستقراء أو الاستقراء هذا كلام آخر، حينما تفعل ذلك فأنت تنظر إلى عينات كثيرة، أكثر ما يمكن أن تصل إليه من العينات، تلاحظه وتفحصه وتجربه، ثم تنتهي في نهاية المطاف إلى صياغة قاعدة الكلية. هل القاعدة الكلية التي يصنعها العالم الآن مأمونة؟ القاعدة الكلية مأمونة؟ أي ليس فيها مفاجآت؟ هو الآن ذكر الحكم بناء على أنه نظر في بعض العينات في 1000، ولكن ما يدريك أنه بعد 1000 سيأتي ما يخرم تلك القاعدة، احتمال. لذلك يقال عند المناطق الأوروبيين المعاصرين، يقال إن صياغة القاعدة الكلية فيها مجازفة علمية، ولكنها مجازفة ضرورية للعلم. كل القواعد الآن العلمية فيها مجازفات علمية. كان الناس يؤسسون قواعد علم الأجنة على أنه كلما كان هناك مثلا اختراق للحيوان المنوي للبويضة كان هناك شروط معينة، ثم كان التخصيب وكان وكان وكان، ثم كان الجنين، هذا كان الأصل، ولا يمكن أن يأتي الطفل إلا والجنين إلا بهذه الوسيلة. لكن حينما جاء أسلوب آخر من الاستنساخ،
كان أسلوبا آخر لم يلتفت إليه الواضعون للقاعدة، ولم يكن الواضعون للقاعدة العلمية الأولى يتصورونه. لذلك صح الآن أن نقول إن علماء الأجنة يمكن الآن أن ينفصلوا إلى قسمين، قسم يشتغل على الأسلوب القديم الذي هو التخصيب العادي الطبيعي، وقسم يمكن أن يشتغل الآن على أسلوب الحديث وأسلوب الاستنساخ. لذلك كل القواعد، وأقول إن جميع أو معظم القواعد التي ألفها الناس اخترقت بسبب التطور العلمي. أي لو عاد إلى الحياة من توفي منذ مثلا 100 سنة لقال إننا ننكر حياتكم جملة وتفصيلا. أي لو عاد أناس ذهبوا منذ 100 سنة لقالوا ما كنا نرى الماء يأتينا في البيوت، ولا نرى النور يأتينا من السماء، ولا كذا ولا كذا، ولا كنا نرى كيف يتكلم الإنسان في الصين ويرى في كذا، وكيف تظهر نتائج الانتخابات في نفس اللحظة في بلد ثم يعلم. إن كل ما جاء وكل ما جد هو أشياء جديدة نقضت غالبا كثير من القضايا التي كان الناس مطمئنين إليها وكانوا مستنيمين لها فكسرت. لذلك ولكن هذا ضروري يتقدم العلم، لا نقول بأنهم كانوا جهالا، ولكن ذلك كان منتهى علمهم ومنتهى ما وصل إليه بحثهم. نحن لا نعيب على السابقين أنهم كان علمهم محدودا في أي علم من العلوم عند درجة معينة، ولكن لم يكن متاحا لهم إلا ما هو لما كان متاحا. والآن هذا التطور ولا شك أن ما نحن عليه سيصبح أكثره متجاوزا بعد 20 سنة أو 30 سنة بالتأكيد بناء على التطور. إذن القاعدة الكلية هكذا تصار بهذه. لكن الملاحظ هناك قاعدة أذكرها الآن ونحن نتحدث عن القواعد، إن القاعدة الكلية العقلية تنخرم بالقاعدة الجزئية. القاعدة الكلية العقلية تنخرم بالقاعدة الجزئية. إذا أنت وضعت قاعدة كلية عقلية معينة وآمنت بها وكنت مطمئنا إليها، ثم وردت أو استطعت أن تورد عليها قاعدة جزئية تخرج الكل أي تبطل الكل الذي كان في القاعدة، فإن القاعدة الكلية العقلية تسقط بالمرة. ماشي معناه تصحح أو ترمم، انتبهوا لهذا الأمر، تسقط. لأن القاعدة العقلية هي قاعدة محكمة لو استدرك عليها بهذا لسقطت. لكن القاعدة مثلا الكلية أو الجملة الحملية الكلية الشرعية أو الطبيعية يمكن أن يستدرك عليها. مثلا نقول مثلا في أي باب أبواب النحو الأصل فيه كذا وكذا وكذا، وقد شد قولهم كذا وكذا وكذا. إلا في باب مثلا فعل وفعل وشدت منه 8 أفعال وتسعة أفعال مثلا، وجهان فيه من أحسب شنية فعل يفعل حسب يحسب، لكن هناك ما جاء بيحسب ويحسب، وجهان فيه من أحسب مع وغرت وحرت أنعم بئست يئست أوله يبس وإلى، ثم قال وأفرد الكسر فيما من وريث وولي ورم ورعت. إذن هذه استثناءات ضد القاعدة الأولى أن الأصل في فاعل أن تكون فعلا، ولكن هذا لا يضير القاعدة أساسا، تبقى القاعدة قاعدة، ويبقى هذا ما يسمى شذوذا أو يسمى استثناء أو يسمى خلافا للقياس أو خلافا للأصل، ولكن القاعدة تبقى هي هذا. وفي كل الأشياء دائم القواعد، كل من أدلى بشخص لم يرث مع وجوده، هذه القاعدة الإرثولة، كل من أدلى بشخص وبسبب لم يرث مع وجوده صافي، إلا الإخوة للأم فإنهم يدلون بها ويرثون مع وجودها، كل الأشقاء أو كذا من المنضاء يرثون بالتفاضل، إلا الإخوة للأم فإنهم يرثون إن هذه إلاءات، هذه الإلاءات التي نتحدث عنها هي هدم القاعدة الكلية. ولكن القاعدة هذه يقال فيها إنها هكذا يجب قبولها، قاعدة غير عقلية هكذا يجب قبولها، لأنها ناشئة عن استقراء، والاستقراء لم يكن واسعا لم يكن شاملا،
وبالتالي فما انطبق عليه القاعدة سمي أصلا، وما لم يندرج تحت القاعدة سمي شاذا، وقف الله المؤمن القتال صافي. ولكن لا نقول بأن القاعدة، ولكن في القاعدة ياش في القاعدة الحملية العقلية أبدا لو نقضت بالجزئية لكانت منقوضة. هذه قاعدة يجب تسجيلها. لاحظوا أن علم القواعد هو أولى من علم الجزئيات حينما يتعلم الإنسان القواعد في الفقه أو في الفكر، أو يستطيع أن يتصرف أكثر مما لو كان يحفظ الجزئيات. حفظ الجزئيات لا يمكن الانتهاء منه، لأن الجزئيات كثيرة، ولكن الكليات شاملة ومستوعبة. يمكنك أن تعيش الآن بعلم الآن كله بالكليات، إما في الفقه. لذلك الآن الناس يهتمون بالقواعد الفقهية، والقواعد الفقهية مهمة في الاستنباط ومهمة في الاستدلال، وهي أهم طبعا، هي مأخوذة من جزئيات الفقه، ولكنها مع ذلك تبقى هي في نفس الوقت أهم بالنسبة لطالب العلم، وحينما يتعلق الإنسان بها يستفيد. إذن هذا ما يتعلق بالقضية الكلية، هذا ما يتعلق بالقضية الكلية التي هي جزء من تفسيري ومن شرحي القاعدة. القاعدة قضية كلية. أنتم عرفتم معنى أنها كلية، أنها ليست جزئية، أنها ليست شخصية، أنها ليست مهملة، وهذا يكفي في معرفة معنى القاعدة الكلية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.